لا 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 درك دري درك دري يا صاحبي درك دري ما عندناش حق نبينوه هي درقوا هي درقوا شوف فيا خويا انا شوف فيا خويا انايا عاودنا شنو وقع شنو وقع هذيك الدار الفوقانيه تحت ليها البارح انت كتسكن تحت منا انا كنسكن في فرمين دابا قالوا لنا خاصكم تخرجوا تنشوفوا الخبير كيفاش الا كان الشقه ما تسكنوش وحنا راهنين راهنا كانوا لا راه تما من 2016 من 2016 وكون عطاونا فلوسين نمشيو بحال هنا ولكن صحاب خبرين دابا ما عندكش فين تمشي هاد الليله ما كاينش فين نبات كاع والعواص بزاف سير اخويا حيت خلنا غير السيد مسكين طايح حالو دار وصح دابا انت شنو كطالب يا شريف مولة الدار اللي راه هنا لكم اتصلتوا بها لا ما عندناش النمره ديالها غبرات كاع ما لقيتوهاش ما لقيناهاش انت شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي ثلاثة ديال الوليدات هادي وحدة منهم هادي بنيسة بنية مسكينة ودابا فين غاتمشي؟ فين غاتمشي؟ السلطات شنو قالوا لكم؟ قالوا لا تنشوفوا إلا ما كانش شقة وتدخل غدا دابا قالوا قبل كنتو كتعرفوا بأن الدار تقدر تطيح مشيتوا عند السلطات؟ لا ما عمر كان اليوم الكونطرا ديالكم مع هاد السيدة فوق السالات سالات شحال هادشي كتصلوا بها كتقول لها رجعوا لي لا ما عندناش النمرة ديالها حيدات كاع هذيك النمرة اللي كانت عندها قديمة خلاتكم ساكنين وزادت بحالاتها صافي وقت انا كنخلصوا لك انا الاول شحال هادي تقريبا ما كنجوش كتخلصوا الكرا شي 4 سنين دابا ودابا شنو وقع اليوم بالضبط شنو وقع؟ هذيك الدار الفوقانية طاحت ليها الدار انت ساكن بوميان برميان شنو اللي طاح؟ الدار الفوقاني ديال الصالون تروازيام ولا دوزيام ولا شنو؟ تروازيام هي اللي طاحت؟ اه هي اللي طاحت هاد التروازيام هي تزادت اصلا ما كانتش؟ ما كانتش شحال هادي باش تزاد؟ والله ما عارف دابا انت اليوم غادي تبات في السوق انا اللي جيت تما لقيتها كاع لقيتها في 2016 لقيتها شكرا دابا كيف كتشوفوا مشاهدينا الكرام واحد الاب ديال الاسره واش كملوا معنا اللي كيقضي كيقضي الليله سير اولدي الله يرضيك الله يرضيك كيقضي الليله ديالو في خرز المنزل ديالو كيطالب بانه يرجع كيقول لك بانه قالوا له ما يمكنش ترجع الا خصو يجي الخبير باش يقول له واش هاد الدار غادي تطيح او لا شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه دمتم في رعايه الله السلام عليكم